إذاعة البرنامج العام تقدم هذا البرنامج برعاية وزارة الموارد المائية والري، رقم التسجيل الضريبي 530-702-975. النيل بيسأل، مسابقة يومية على هواء البرنامج العام، يقدمها الفنان القدير أشرف عبد الغفور. إعداد أيمن فتيحة، إخراج نسرين لطفي. أحباء نهر النيل، تحياتي. حلقة جديدة وسؤال جديد مع مسابقة النيل بيسأل، وندخل في الموضوع. قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المنشآت المائية التي بنيت على نهر النيل لتحسين حالة الري، وتعد ثالث أكبر مشروع مائي مقام على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي، وتعمل على التحكم في مياه الري والحفاظ على كل قطرة مياه عن طريق بوابات حديثة، وتعمل على تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في 5 محافظات. وسؤال حلقتنا النهاردة، أذكر محافظتين من هذه المحافظات الخمس. أرسل 5 إجابات صحيحة. ماسبيرو، كورنيش النيل، الهيئة الوطنية للإعلام، الدور الرابع، إذاعة البرنامج العام، مسابقة النيل بيسأل. علشان تفوز بجائزة من 5 جوائز قيمة كل منها 1000 جنيه، مقدمة من وزارة الموارد المائية والري. وبكرة حلقة جديدة من مسابقة النيل بيسأل. النيل بيسأل مع تحيات أشرف عبد الغفور.